مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا حلقة جديدة ويوم جديد وفيديو جديد وكل شيء جديد ان شاء الله. طبعا اعذروني بتأخير تنزيل الفيديوهات للقناة بسبب الظروف شوية ما ساعد حاليا. المهم اليوم حلقتنا عن نكتة بسيطة ان شاء الله تعجبكم. النكتة تقول: اكو واحد جندي بريطاني قديم تقريبا بسنة 1918، يقول ضرباته صاعقة طلع تقاعد، صار عنده شلل نصفي. ورا فترة رجع، راح الشلل ورجع طبيعي وكل شي ماكو، قام يمشي فتعافى. ورا تقريبا 6 سنين نفس الحالة، ضربته صاعقة. خوش حكي، النصف الأيمن كله بالكامل انتهى. يعني كان ورا 4 سنين هم نفس الحالة، رجع تعافى من المرض مالته، من الشلل مالته، وقام يمشي بالكامل، كل جسمه شي طبيعي وماكو اي اشكال. ورا تقريبا 6 سنين او 4 سنين نفس الحالة تكررت، قاعد يم شجرة قاعد جواها، الصاعقة ضربت الشجرة. هذاك الوقت تشلل كله من فوق لي جوا، جسمه كله تشلل. من تشلل جسمه كله ورا فترة تقريبا مات. حسبالكم خلصت السالفة هنا؟ لا عمي، ما خلصت. انضربت صاعقة بالقبر مالته، يعني تخيلوا من قوة الضربة يقولون اتفتتت القبر مالته، اتفتت. زين، هذا شنو من حظ او شنو مسوي بحياته على مود صاير هيك؟ يعني فدنا وبنتي، يعني وين ما يروح تصاعق صاعق صاعق صاعق. ان شاء الله ضحكتكم. لا تنسون اللايك، لا تنسون سبسكرايب بالقناة، لا تنسون اذا عندكم تعليق او استفسار بالقناة، لا تنسون. في امان الله.